والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. تفاصيل الأخبار الاقتصادية مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم دينا فكري وإلهام نمر. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ سيحضران قمة مجموعة الدول العشرين المقررة بإندونيسيا نوفمبر المقبل. يتزامن وجود الرئيسين بالقمة مع وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حين وصلت علاقات واشنطن مع موسكو وبكين إلى أدنى مستوياتها بسبب الحرب بأوكرانيا والتوترات بشأن تايوان. تراجع اليورو والجنيه الاسترليني لأدنى مستوى بشهر أمام الدولار الأمريكي اليوم، مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ذلك بعد أن قرر مسؤولون في المركزي الأمريكي القول بأن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار 2.2% وفي سبيله للصعود 1.9% هذا الأسبوع، ليكون أفضل أداء له في 10 أسابيع. سجلت مبيعات التجزئة ببريطانيا ارتفاعاً مفاجئاً بيوليو، في وقت سجل مؤشر ثقة المستهلك تراجعاً لأدنى مستوى له. ووفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 3% الشهر الماضي، مع استمرار التراجع بقطاع مبيعات الوقود بسبب تراجع أعداد المسافرين. كذلك مبيعات الملابس والسلع المنزلية بسبب ارتفاع الأسعار. وأظهرت بيانات منفصلة أن ثقة المستهلك بالمملكة المتحدة بلغت أدنى مستوياتها إلى سالب 44 في أدنى مستوى لها منذ بدء تدوين السجلات ب 1974. في أسواق البترول العالمية، فقد تراجعت أسعار النفط بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وهي في سبيلها لتكبد خسارة أسبوعية إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. هبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% مسجلة 95.62 دولارا للبرميل. كما سجل الخام الأمريكي 89.59 دولارا للبرميل بتراجع بنسبة 1%. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.47% لتصل إلى 63 دولارا للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 76% لتسجل 9.26 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. في أسواق المعادن النفيسة، هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية. انخفض الذهب 0.3% إلى 1753.84 دولارا للأوقية في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي. محليا فقد انخفض سعر الذهب بجميع الأعيرة، وصل عيار 18 إلى 925 جنيها للجرام. عيار 21 وصل إلى 1080 جنيها للجرام. عيار 24 وصل إلى 1234 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8640 جنيها. فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية ببورصة وول ستريت على انخفاض بعدما قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة لأن يستمر في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح نحو 95 نقطة أو 28%. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الفتح بنسبة 1.41%، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 1.3%.
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم لتتجه نحو خسارة أسبوعية بفعل المخاوف من أن يدفع تشديد السياسات النقدية والضغوط التضخمية وأزمة طاقة الاقتصاد العالمي إلى دائرة الركود. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.1%، وقادت أسهم شركات قطاع السفر للانخفاضات، ومن بين الأسهم التي شهدت أكبر انخفاض سهم شركة سوكسو الفرنسية لخدمة تقديم الطعام الذي انخفض بنسبة 1.9%. نهاية الأخبار الاقتصادية.